عندنا مصر هتشارك في كأس العالم قطر 2022، لكن هتشارك بالفن. عندنا حسن شاكوش مغني المهرجانات المعروف في مصر هيشارك يوم 12 ديسمبر 2022 في حفل للمشجعين في كأس العالم. طبعا الفيفا هي اللي منظم الكلام ده، لان الخبر ده نزل على موقع الفيفا نفسه. شوفوا صفحة الفيفا قالت ايه عن حسن شاكوش. اعلنت صفحة الفيفا عن مشاركة شاكوش في المهرجان الغناء المقام على هامش بطولة كأس العالم، وكتبت عنه: حسن شاكوش هو مغني مصري اشتهر بأغانيه التي تعكس جوانب من الحياة في العالم العربي وطموحات أبنائه، ولكن بإيقاعات موسيقية شعبية، وحقق انتشارا كبيرا بأغنيتيه مهرجان بنت الجيران وحبيبتي. وأضافت الصفحة: نشأ الفنان في محافظة الجيزة، حيث اكتشف شغفه بالغناء في الشارع الذي يحفل بالكثير من الأصوات والأنماط الموسيقية. أما أغنيته المصورة حبيبتي فقد حققت 100 مليون مشاهدة خلال عام 2021، وتوسعت قاعدة متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتواصل فيها مع المعجبين وينشر تحديثات من حياته وأعماله، إذ يتابع أكثر من 6 مليون شخص عبر فيسبوك وحده. حسن شاكوش يشارك في المهرجان مع الفريق الغنائي ميامي ومنسق الأغاني العالمي أصيل وجوليا مارلي، نجل أسطورة موسيقى الريجي بوب مارلي، وفريق ميراس التونسي. يعني عندنا دول عربية هتشارك بالفن أو بفرق غنائية هيشاركوا بيها في كأس العالم، لكن ده زي مهرجان معمول للمشجعين، لكن مش افتتاح كأس العالم، لأن في ناس بتاخدها على أساس حسن شاكوش هيشارك في كأس العالم يبقى هيشارك في حفل الافتتاح. لا، مش حفل الافتتاح. حفل الافتتاح لحد دلوقتي قاله شاكيرا ودواليبا وفريق بي تي اس، ده اخر حاجة وصلوا لها، فمش عارفين لحد دلوقتي. في حاجات بتتحدث، ممكن يقولوا لك في مغني جاي تاني فما نعرفش. في اخر تحديث هيحصل هعمل لكم فيديو عليه، المغنيين او المطربين اللي هيحيوا حفل افتتاح كاس العالم. عندنا حسن شاكوش نشر على حسابه في الانستجرام برضو، قال: الف حمد وشكر ليك يا رب، الحمد لله يا رب، حلم بتحقق الحمد لله. فطبعا دي حاجة كويسة ان هو يوصل لكاس العالم حتى لو يشارك بالغنى بس، يعني دي حاجة كويسة. عندنا برضو كان برضو في منشور قبليه على الانستجرام قال: انتظروني في كاس العالم 2022. طبعا الناس بتفتكر ان هو انتظروني في كاس العالم يبقى هو اللي يغني الحفل الافتتاح. لا، حفل الافتتاح ده ما بيجيش اي مغني كده والسلام، بيجيبوا مغنيين مشهورين على مستوى العالم. يعني ممكن حسن شاكوش ممكن معروف في الوطن العربي، لكن على مستوى العالم ممكن الناس ما تعرفوش. فكاس العالم حفل الافتتاح معظم الاوقات بيجيبوا شاكير، لان هي التوب في حفلات الافتتاح والاستعراض والحاجات دي. فبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعمل لايك وشير، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.